ميدان المرموم للهجن العربية الأصيلة وبداية أول أيام انطلاقات الكبار مع المسافات الطويلة وانطلاق هذا الشوط الذي يحمل بداية تحديات العمالقة وشوط العمالقة الذي يعلن افتتاح المنافسة هنا على هذا الميدان الكبير تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم للهجن العربية الأصيلة في تحديات هذا المهرجان الختامي الكبير باسمه وعلى بركته أعلن انطلاق أغلى الأشواط أقوى الأشواط أثمن الأشواط حيث مشاركة هذه العمالقة في هذا الشوط الكبير الذي يسير بكل تحدي وبكل إثارة وبكل منافسة شريفة حتى خط النهاية 8 كيلومترات ترسم الفرحة وترسم أيضا هذه الإثارة وترسم رقص الكبار في انطلاق هذا الشوط المثير شوط العمالقة الكبير باسمه وعلى بركته بدأنا ومع هذه البداية مشاهدينا متابعينا الكرام ترحيبا ايضا بالحضور الكريم والسامي لهذه الانطلاق الترحيب بسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي المتابع لهذه الانطلاقة ترحيبا ايضا بالقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ترحيبا ايضا بسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم للانطلاقات رياضة الاباء والاجداد الترحيب يتواصل بسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم المتابع لانطلاقات رياضتنا العربية الاصيلة ترحيبا ايضا بكل مشاهدينا الاعزاء في كل مكان من ارجاء هذا الوطن العربي الكبير من يتابعنا اليوم في شوط الكبار وبداية الكبار ورقص الكبار وكل هذه الاسماء العملاقة التي تجر هذا الشوط على مسافة 8 كيلومترات نسير مع البداية نعلن الأسماء التي سيكون لها الحضور الكبير والحضور القوي والمنافسة التي ستعبر هذه المسافة كلها بأداء مميز ومنافسة كريمة إذن هنا مع البداية مع المركز الأول ونسير بصدارة هذا الشوط هناك نرى من تقود هذه الانطلاقة ومن تعلن انها متواجدة على المركز الاول هناك طماعة لتقود هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة احمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل هناك على المركز الثاني بركان في ثاني المراكز الهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي اللي تابع هذا التحدي وخطير تأتي على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وايضا المضمر احمد بن سلطان بن رشيد بينما في رابع المراكز هناك حكمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع المنصوري اللي يتولى تضميرها وعلى المركز الخامس ننطلق هناك مع خامس المراكز ونتابع الانطلاقة الخامسة التي تأتينا مع مذيار لهجن الرئاسة وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي متابعا لهذا التحدي هذه المراكز الأولى الخمس في هذا الشوط 8 كيلومترات وخمسة مراكز نعدها مشاهدينا الكرام في شوط العمالقة في انطلاق العمالقة في تحدي العمالقة الكبار مع هذا الأداء الجميل مع هذا التوقع لبداية المنافسات هنا على هذا الموقع وهذا التحدي الكل بدأ اليوم يعد العدة لأيام الجد التي انطلقت من هذا الصباح حاملة هذا الحضور الكريم حاملة هذا الاندفاع الكبير وهذا التحدي المثير على أرضية هذا الميدان وأول 3 كيلومترات مشاهدين الكرام عبرنا بها أيضا مع هذه اللحظات لنتابع التحدي وكيف الأمور تسير مع هذا الرقص المميز مع هذا الانطلاق المميز هناك على البداية العودة إلى طماعة
طماع اللي على مقدمة هذا الشوط. هناك طمع الناموس يتواصل في طماعة وسلالة طماعة وتحدي طماعة، واحدة من المرشحات الأقوياء في هذا الشوط. هناك على الصدارة ما شاء الله الملكية للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم داعم رياضتنا العربية الأصيلة، والقيادة والتضمير والتدريب مع الخطير خطير المضمرين أحمد بن سلطان بن رشيد اللي مقدم أكثر من عملاق في هذا الشوط ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني، المركز الثاني بركان، بركان خامد سيذور هناك مع الكيلومترات الأخيرة ويحمل تحدي، وبركان الأصالة هناك إذا أعلن وأعلن ثورته مع هذه اللحظات. ملكية بركان لهجن الرئاسة هنا، وكذلك التضمير لشاطر المضمرين، شاطر المضمرين سعيد بن شطيط لوهيب الأسماء العملاقة التي تسير مع هذه العمالقة على الأرض، ولكن التضمير والأجهزة عمل هناك مع الكبار. المركز الثالث وخطيره على ثالث المراكز هنا مع المركز الثالث خطيره ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر المضمر كذلك الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. السمع لا مسمى، تحدي كبير يسير مع هذه اللحظات. منتصف المسافه الاربعه كيلومترات مشاهدينا متابعينا الكرام، مع لحظات التصدي، لحظات الثوره التي ستعلن بعد لحظات. هنا على المركز الثالث هناك حكمه على المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الاوسط هناك في هذا الانطلاق. وعلى المركز الخامس تأتي سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة قائد العمليات التراثية هناك في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير. ما شاء الله كل المنافسة، كل التحدي، كل هذا الشوط إلى وين يسير؟ والمرسيدس، المرسيدس الأغلى الأقوى الأكبر والأعتى هذا الشوط بالفعل حابل جديدة مع هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الله. لا نزال على الصدارة، لا نزال على الانطلاق، لا نزال على البداية، ونحن الآن موقع 3 كيلومترات مشاهدينا الكرام نهاية الغابات الغربية، هذا الموقع المحدد عبر الانترنت والجلوبال. هنا من يتابعنا في هذه اللحظة موقعنا هناك مع طماعة اللي تقود المركز الأول واللي تعلن أنها صاحبة الكادر العلوي فقط ولا غير سوى طماعة ما شاء الله تبارك الله. طماعة على الصدارة هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وايضا الخطير احمد بن سلطان بن رشيد المتابع هنا على المركز الثاني، بركان على ثاني المراكز هنا لهجن رأسه وسعيد بن شطيط لوهيبي مع انطلاقة بركان، والمركز الثالث خطير على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وايضا المضمر احمد بن سلطان بن رشيد ما شاء الله. الثلاثية على الصدارة، على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على الاندفاع الأول. التحدي هنا من البداية، ثلاثة على المقدمة وعلى الصدارة هنا على المركز الرابع. نعود مع مذيار لهجن الرئاسة، وهناك سعيد بن دري الفلاحي جريء المضمرين، وحكمة تأتي خامسا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع ما شاء الله. خمسة الأسماء ننتظر دخول أسماء، ننتظر وجود عمالقة، ننتظر ما ننتظر، والكل يعيش مع الانتظار ومع الدخول ما شاء الله إلى الصدارة إلى المقدمة. خلاص نحن مع اللوحة القادمة 2 كيلو وهنا دعوني أبدأ خامسا والجساسية أرحب بالجساسية في دخولها في هذه اللحظات، ومالك الجساسية أيضا سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري قادم مع جساسية على المركز الخامس. رابع المراكز هنا نعود مع مذيار لهجن الرئاسة، وكذلك سعيد بن دري
الفلاحي الجريء مع هذا الانطلاق وبركان تأتي ثالثا، هناك لهج الرأسة وأيضا سعيد بنشتير الهويبي اللي ضمرها. المركز الثاني بدأت خطيرة خطيرة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد الله 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 الله. والمركز الأول نعود مع طماعة القائدة لهذا الشوط من بدايتي حتى هذه اللحظات أكثر من 6 كيلو من 6 كيلو هي قادت هذا الشوط 1800 الباقي على خط النهاية. تابع يمتابع تابع يمتابع تابع الشوط تابع العمالقة تابع الكبار ومن هي في صدارة. طماعة طماعة بالفعل هناك الصدارة السلالة من طماع والانطلاق مع الطمع والفوز بهذا الناموس الأول الذي يفتتح أيضا منافسات الكبار وتحديات الكبار وانطلاقات الكبار. ما شاء الله طماعة على الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد الله 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 الله. الموقع وين الموقع وين؟ وطماعة هناك مع لوحة 1400 متر هي اللي على المركز الأول هي على الصدارة تأتي خطيرة على المركز الثاني. أقوى المرشحات هنا خطيرة على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير الله 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 الله. الشوط المنصة هناك بدأت الآن بدأت تستقبل وترحب وتحتضن القادمة بأول الأشواط وأول المراكز. 1200 إذا المشاهدين متابعين الكرام مع هذه اللحظات والصدارة طماعة طماعة الصدارة هناك القطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. أهالي جميرة أهالي جميرة ينتظرون التحية ينتظرون السلام ينتظرون الانطلاق ينتظرون التواصل. المركز الثاني خطيرة على المركز الثاني تحركت خطيرة إذا تحركت خطيرة هي الخطر هي الفوز هي الانتصار هي الاندفاع. يا سلام 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 خطيرة مع الشوط خطيرة هي الخطيرة خطيرة والانطلاق. ولكن هناك طماعة طماعة على المركز الأول على التحدي الأول على الانطلاق الأول. سلام يا جميرة سلام سلام يا الخطير سلام. تهانينا للقطب الكبير سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتهانينا أيضا أيضا لأهالي جميرة كافة من حملوا التحية من حملوا السلام من حملوا الانطلاق من حملوا التنافس مع هذه اللحظات. هناك طماعة 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 الشعار الأكبر عبر البحار هذا الشعار الأزرق يقود هذا الشوط وللمرة الثالثة على التوالي هذا الشعار يكسب شوط العمالقة يحدد هذا الفوز والانتصار. ما شاء الله تهانينا تهانينا والناموس للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز طماعة وانطلاق طماعة 6 كيلومترات ولا 8 كيلومترات قادت هذا الشوط راس وأنهت أيضا هذا الشوط والمرسيدس والشوط الرئيسي سجل باسم الخطير 3 أعوام على التوالي هناك تقود هذا الشوط. تهانينا تهانينا وسلام يا دولة الإمارات سلام يا سمير سمير خليك طامع أيضا طامع في هذا الشوط وطامع في هذا الأداء الجميل. وشكرا لمن حدد القوة في طماعة. المركز الثاني خطيرة في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمركز الثالث هناك بركان لهجن أو بذيار لهجن الرئاسة المركز الرابع. التهاني التحية الكل هنا يتابع هذا الميدان يفوز الخطير بهذا الشوط الخطير ويعلن التحدي. هنا تهنئة من ولي عهد دبي أيضا للقطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوزه بأول الأشواط والكبار ترقص مع الكبار في هذا اليوم الجميل مع هذا الافتتاح مع هذه التهنئة المميزة التي انطلقت بها طماعة وفازت بهذا الشوط الكبير الشوط الذي كان بالفعل مثيرا فتح أبواب التنافس ل8 كيلومترات. ما شاء الله الكبار هنا الكبار يعزفون أحلى الألحان يعزفون أقوى الألحان في هذا اليوم الجميل وأصبح أصعب الأوقات هنا كانت في خاصة في الكيلو الأخير عندما أكمل الطماعة هذا الشوط والناموس. ما شاء الله حملت قوتي وإثارتي سيدي ولي عهد دبي هنا يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الميدان ويتابع تحدياتي هذه الانطلاقات.
وهذه الانطلاقات، وتهني أيضا للخطير خطير المضمرين من راعي الأصالة والتراث سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حرصا واهتماما من سموه دائما بهذه التحديات وهذه الانطلاقات. ما شاء الله الفرحة هنا في كل مكان، في كل تحدي، في كل زمان. هنا اللحظات الأخيرة التي تقارب فيها طماعة خط النهاية، وتسجل أيضا التوقيت اللي تحدد مع هذا اليوم الجميل. بداية الكبار 12 دقيقة و43 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي صاحب طماعة. تهانينا لك يا أبو راشد، تهانينا للقطب الكبير من امتلك هذا الشوط، شوط العمالقة لثلاثة مواسم متتالية ما شاء الله وتبارك الله. الخطير هنا بقيادة راعي هذه الانطلاقات وأيضا هذه الاندفاعات سيدي ولي عهد دبي، من يتابع هذا التحدي. وهنا طماعة أكملت ما شاء الله، أكملت هذا الشوط وانطلقت أيضا بهذا الشوط. هنا تعيد الماضي الجميل، تسجل التاريخ. بدأت من اللقاية بكأس غالية، وهنا تفوز بهذا الشوط العملاق الذي شاركت فيه كل عمالقة هذه الرياضة العربية الأصيلة. 12 دقيقة 43 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز المقدم من طماعة وفوزها بهذه الانطلاقة. ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني، كانت هناك أيضا تحديات من خطيرة في المركز الثاني لأيضا القطب الكبير سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. 12 دقيقة 54 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان هنا من خلال هذه اللحظات ومذيار لهجن الرئاسة. 12 دقيقة 58 ثانية و5 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا.